طب انا عندي بطانة رحم مهاجرة وبقالي 3 سنين بتابع مع الدكتور المختص، وكيس بطانة الرحم ثابت ما بيتغيرش وما بشتكيش من اي اعراض، في اي حاجة اقلق منها؟ انا قريت على الانترنت ان هو ممكن يحول لورم خبيث، هل ده بيحصل فعلا؟ للأسف في نسبة لحدوث تحول لبطانة رحم المهاجرة لأورام خبيثة، ودي تبقى بنسبة بتتراوح من 1-2%. أعرفه إزاي؟ بعرفه من ازدياد سريع في حجم الورم أو الكيس اللي موجود على المبيض، تغير في نسبة الدلالات الأورام، ودي بنعرفها بتحاليل دم ورنين مغناطيسي. لازم تتابع مع الطبيب المختص بتاعك دوريا كل 6 شهور عشان نطمن على بطانة الرحم ونطمن ان هي ما تحولتش لأي أورام وما عنديش فيها أي مشاكل. للإجابة على الاستفسارات بخصوص البطانة تابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله.